يوم عاشوراء ومعركة الطف كانت يوما واحدا أو أقل من يوم، ولكن سقط السيف ولم تسقط يداك، فيد القدرة لاحت في سماك. جيتك روحي هامت بي. الحين البعض يقول لأنه لو كان مثلا يشرب شوية من الماء وبعدين كان يقاتل، لا، هذا مو موقف. الموقف بقي لأنه لم يشرب الماء.